في الحياة بنفكر احنا دايما ان الحب هو بين المرأة والرجل. احنا بنعرف انه في كتير اشكال من الحب بنعيشها بحياتنا. اوقات حب الاصدقاء اللي بيكونوا حوالينا بيعطونا دفى واطمئنان بحياتنا وبيعطونا فرح بيكون سند لنا. اوقات حب الوطن بنعبر عنه باغنيات بمواقف حقيقية بنعيشها كمواطنين. الحب اللي بدي غنيه هلا هو حب الأمومة.